السلام عليكم، أنا موضي من قناة MA Yarns. فيديو اليوم هو أول فيديو من سلسلة رحلة بحث. في هذه السلسلة راح أشارككم رحلة بحثي عن مشروع جديد أشتغل عليه وعن كل الأدوات اللي بحتاجها لهذا المشروع. اليوم جالسة أبحث عن مشروع جديد أشتغل عليه للشتاء. في بالي أشتغل على سويتر أو بلوفر أو كنزة. أهم شيء عندي أبغاها تخلص بسرعة، فيعني أحتاج شيء يكون سريع. غالبا اللي سريع يعني بأستخدم خيوط تكون سميكة. بالعادة أنا ما أفضل أشتغل على الخيوط السميكة، بس يعني بما أني أبغاها تخلص بسرعة فبكون مضطرة. فأكيد طبعا موقعي المفضل رافرلي. حددت كل الخيارات، أنه إيش المقاس، أبغى حق كبار، أبغى سويتر، وأبغى اللغة تكون إنجليش، وأبحث. طبعا أنا باحثة من قبل أساسا، وفي أشياء حاطتها بالفيفوريت. هذا السويتر عاجبني من زمان مرة، كنت شايفته في الإنستغرام قبل فترة، بس أحس يبغى له شغل طويل ويعني ما رح يخلص بسرعة، فما رح ينفعني حاليا. هذا حلو مرة أعجبني. خلوني أشوف كم مقاس ال 6 و7 و4 و4.5 ملليمتر. استخدم فيه خيط لايت فينجرينج وبلس ليس. ما أحسه راح يخلص بسرعة، يعني أحس برضه يبغى له شغل، ف ما ينفع. هذا أعجبني مرة، بس ما أحسه اللي الحين في بالي، يعني ما أعرف، بس حطيته بالفيفوريت وبشوف. أحس هذا مرة عاجبني، يعني بالضبط الستايل اللي أحبه. وبرضو حاطة سب الفيفوريت من قبل. أتوقع أنه كذا يكفي بحث خلاص. ببدأ أشوف اللي جمعتهم. طبعا زي ما قلت لكم في أشياء جمعتهم من قبل. أكثر ستايل عجبني، ولو ملاحظين أني أساسا حفظت 3 تقريبا نفس الستايل، اللي هو هذا وهذا برضو وهذا، أساسا كلهم من نفس المصممة. فأعتقد
أتوقع أن أكثر ستايل عاجبني هذا، برضو عاجبني حلو. هنا مبالي أسوي كارديون بس ما أدري ليش حفظت هذا عاجبني. خلونا نشوف أول واحد، الخيط أو الإبر بستخدم مقاس 5 و4 ملليمتر. الخيط بستخدم سبورت وليس، ليس كلهم مع بعض. صراحة البلوفر أو السويتر تفاصيله مرة حلوة. طيب بشوف الخيط، هذا الخيط الأول الباكا من دروبس، ولا مرة جربت أستخدم خيوط دروبس بس وموهير، لا مو موهير سلك، إلا موهير وسلك مع بعض. أوكي بس برضو ما أظن راح يخلص بسرعة. هذا مستخدمين فيه خيوط سميكة، الإبر مستخدمين 6 ملليمتر و7 ملليمتر. الخيط اسمه لوفت من وول فوق، 55% ميرينو صوف و45% بيما. بيما ما أعرف إيش، أظن قطن، أتوقع قطن، أي قطن هنا مكتوب. طيب بشوف الخيط وين ينباع. اوكي في مواقع كثير، خلينا نشوف كم السعر تقريبا. 18 دولار، 17.95، 18 برضو 18 دولار، يعني تقريبا راح تطلع لي في الريال السعودي الحبة الواحدة أتوقع راح تطلع 60 أو أيوة 60-70 تقريبا الحبة الواحدة من غير الشحن. بشوف كم بحتاج حبة. بحتاج تقريبا، ما أعرف أي مقاس بسوي، بس ممكن يعني غالبا أول مقاسين بحتاج من 7 إلى 9 خيوط، اللي هي بحسبة سريعة كذا لو قلت بحتاج 9 خيوط يعني تطلع لي 615 ريال من غير الشحن، ما أعرف كم بيكون الشحن. ف يعني مع الشحن ما رح يطلع لي أقل من 700 ريال، أحس كثير، ما أشوف إنه يسوى. طيب بشوف هنا الناس إيش مستخدمين خيوط. تقدرون هنا تدخلون على البروجكتس وبعدين تشوفون الناس إيش مستخدمين خيوط. مثلا هذه مستخدمة بروكلين تويد، طبعا هذا الخيط برضو غالي. هنا هذه مستخدمة خيط اسمه هوت هاوس يارن، فتقدرون تشوفون الناس إيش مستخدمين خيوط. حلو مرة تستفيدون من هذا المكان أو هذا القسم، تشوفون كيف المشروع راح يطلع لو اشتغلتوا بخيط معين. يعني طيب الأغلب اللي جالسة أشوفه الخيوط متقاربة، يا أنه مستخدمين نفس الخيط الموجود في المشروع أو مستخدمين بروكلين تويد، وكلهم صراحة أسعارهم مرتفعة. ببدأ أبحث. أول وأكثر موقع أدخله دائما لوف كرافت. الموقع هذا فيه ماركات خيوط كثير بس مشكلته دائما مخلص، كل شيء عندهم دائما مخلص، يعني دائما تلقون حبتين 3 من كل لون، صعب جدا إنكم تلقون يعني
عدد كافي. طيب أنا أبغى مرينو وول هو المستخدم مرينو وول مع القطن، بس أنا ما يهمني أستخدم قطن. نسيت أحدد إني أبغى شانكي عشان يكون سميك. لو رجعت للخيط المستخدم هنا اللي هو فيه 50 جرام، فيها 100 متر، فأبغى شيء مناسب يعني بهذه الحدود تقريبا. هذا 100 جرام في 120 متر، يعتبر كويس بس ما أحس الخيط حلو، ما أعرف، ما أحس عجبني مرة. ما أبغى أكريليك، فهذا في أكريليك ما أبغى. وهذا في بوليستر ما أبغى بعد. هذا ميرينو وول مع ألباكا وبيبي ألباكا، 100 جرام فيها 50 متر. لا مرة سميك أساسا، يستخدم مع 12 ملليمتر إلى 15 ملليمتر أبر، مرة سميك. هنشوف هذا 50 جرام فيها 50 متر، ما تنفع سميك برضو. شايفين لما أقول لكم إنه ما عندهم شيء دايما ناقص؟ يعني شوف اللون الأصفر في منه حبة واحدة بس، اللون البني حبة واحدة، البيج حبة واحدة، ما دائما دائما كيش مخلص. أتوقع لأنه دائما عندهم عروض. طيب خلصت خيوطهم، ما لقيت شيء. بشوف الموقع اللي بعده. وابس واحد اثنين ثلاثة، نروح على اليارن، يارن باي ويت. أبغى بلكي، هذا سوبر واش ميرينو. هنشوف 100 جرام فيها 109 يارد، يعني كويس. ماشين واش برضو كويس، 100% سوبر واش ميرينو وول. حلو اللون. صراحة دائما ودي أجرب الألباكا بس أحسها دافية بزيادة على جونا، ما تصلح. هذه ألباكا،
هذا برضو حلو يعتبر نفس تقريبا الأول ونفس حتى 100 جرام في 109 يارد، يعني يعتبر حلو. بس أعتقد إنه الأول سعره أفضل، الأول 7 دولار وهذا 11 دولار، فالأول سعره أفضل. أحس ما جالسة أشوف شي حلو غير الاثنين اللي شفتهم أول شي. خلصت الخيوط كذا. أعتقد أنه أول واحد كان هو أفضل شيء بالنسبة، يعني من ناحية أنه سعر وخامة. بأبحث أكثر وأشوف. بعد رحلة بحث طويلة استمرت 3 أيام، بحثت بمواقع ثانية بس ما لقيت فيها شيء، فحسيت أساسا مو ضروري أني أصور، لأن مرة يعني ما لقيت أي شيء أعجبني. قررت أرجع على هذا الخيط اللي وريتكم إياه أول واحد، كلاود بورن سوبر واش ميرينو بولكي، واخترت هذا اللون اسمه سليت هيدر رقم 6. بحتاج، أنا راح أسوي المقاس إكس سمول فأصغر مقاس، فبحتاج تقريبا من 7 إلى 8، من 7 إلى 8 بكرات. أنا باخذ 8. طيب بشوف كم يصير مع الشحن. صار عندي مع الشحن 314 ريال أو 315 ريال تقريبا، يعني نص السعر لو كنت باخذ الخيوط اللي مطلوبة من البترون نفسه يعني. فأشوف السعر كذا صار مرة كويس. الشحن الحالة طلع تقريبا 87-90 ريال. الشحن مو مرة رخيص بس يعتبر ستيل كويس مرة. طبعا الشحن هذا الموقع يعتمد على الوزن، بس ما شفت عندهم، يعني أتوقع ماني متأكدة، أنه أقل شيء 15 دولار، اللي هي تقريبا 50-60 ريال، مو متأكدة بالضبط. بس سعر الشحن كذا يعتبر كويس. بكمل الطلب الحين، خلاص بسوي تشيك أوت وأقول لكم بعدها متى راح يشحنونه. بعد ما سويت تشيك أوت وتممت الطلب، اكتشفت أنه أساساً طلب مو موجود في حسابي في قائمة طلباتي. يعني بعد ما بحثت إيش سالفة، اكتشفت أنه أتوقع علق الموقع وأنا أسوي تشيك أوت وسجل خروجي وسوالي تشيك أوت as a guest، يعني كضيف في الموقع، يعني الطلب ما راح ينزل في حسابي. صراحة انقهرت مرة، ما أعرف ليش صار كذا. أساسا وأنا أحاول أدفع بالفيزا علق علي مرتين، البنك يرفض عملية الدفع لحد ما دفعت بالباي بال وخلاص، يعني انقبلت العملية. الحين ما أعرف كيف راح تجيني رسالة إذا شحن طلب على الإيميل، أو كيف راح توصلون معي ما أعرف، بما أني ما راح أقدر أوصل طلبي من الموقع نفسه. أساسا حتى ما جاني إيميل تأكيد للطلب، فأرسلت لهم إيميل الحين انتظرهم يردون علي. بعد يومين من الإيميلات والرسائل بكل مكان أحاول أني أتواصل معهم، ردوا علي وأخيرا. طبعا هم ما ردوا علي بالبداية لأن ما أعرف
يعني أنا كلمتهم قبل بداية الويكند حقهم، كلمتهم يوم الجمعة، هم الويكند حقهم سبت وأحد، أنا تواصلت معهم يوم الجمعة بس ما كان في أي رد. ما ردوا علي إلا اليوم الاثنين، طبعا بعد مليون رسالة بكل مكان، كلمتهم، أرسلت لهم إيميلين، حاولت أتواصل معهم إنستغرام، اتصلت عليهم، كنت أنتظر اللايف تشات يفتحونها بالموقع بس ما فتحوها. بس وأخيرا الحمد لله ردوا علي، قالوا لي اللي صاير إنه الإيميل اللي محطوط بالطلب، ليش ما وصلتني رسالة تأكيد للطلب؟ لأنه الإيميل المحطوط هو نفس الإيميل المستخدم في البيبال، الإيميل المستخدم في البيبال إيميل أختي وإيميلي، وهي ما كانت تدري طبعا فما شيكت على إيميلها، والحمد لله لقيتهم مرسلين إيميل تأكيد الطلب والعنوان كله تمام وكل شيء تمام. وقالوا لي إن شاء الله، يعني مو إن شاء الله يعني، بس قالوا لي إنه خلال 5 أيام أو خلال هذا الأسبوع راح ينشحن الطلب. فبجلس أشيك على إيميل أختي، إذا شحنوه راح يرسلون إيميل أكيد. اليوم تاريخ 13/3 أكتوبر، شحن الطلب أخيرا. ما أعرف كم بيوصل، سألتهم أو كم بياخذ يوم عشان يوصل، سألتهم وقالوا إنه ما نقدر يعني نعطيك موعد محدد، بس قول إن شاء الله إنه يعني ما يعدي أكثر من شهر. وصلت الشحنة الحمد لله يوم الثلاثاء تاريخ 13 أكتوبر، هي وصلت لمدينتي يوم الاثنين يعني 12 أكتوبر، وكلموني يوم الثلاثاء قالوا لي إنه بنوصلها. الغريب صراحة إنهم وصلوها لي، بالعادة شحنات البريد لازم أنا أروح أستلمها، بس أتوقع هذه الشحنة اسمها إكسبرس أو شيء، المهم إنه يعني وصلوها للبيت، هذا شيء مرة كويس. طبعا الخيط مرة يجنن، مرة 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 ناعم، على إنه سميك، شوفوا زي كذا، خليني أوريكم، على إنه سميك يعتبر، إلا إنه مرة حلو وناعم وما يتعب بالشغل أبدا. يعني أنا بالعادة بالخيوط السميكة مرة يدي تتعب، أحسها كذا ثقيلة على اليد، أما هذا أحسها مرة خفيف على اليد أساسا. شوفوا لما أسوي كذا يعني مرة ناعم وخفيف وما تحسونه كذا يعني ثقيل مزعج، بالعكس مرة حبيته. سويت منه عينة، خلوني أوريكم العينة، هذه هي العينة. طبعا ما غسلتها بس فردتها بالبخار. العينة سويتها بإبر مقاس 8 ملم، وهي المقاس المقترح للخيط. أنا المفروض المشروع اللي بشتغل عليه المفروض أني أستخدم إبر مقاسها أصغر، أتوقع 7.5، أتوقع 7.5، بس شفت الخيط حقي أسمك شوي، وأساسا المقترح هو 8، فقلت خلاص بستخدم 8 يعني مو مشكلة. أوريكم من قريب، مرة مرة حلو بالشغل، على أن العينة صراحة أول ما اشتغلتها حسيت صدمتني شوي، كأن الخيط مو حلو، بس لما بديت أشتغل بالمشروع مرة أعجبني، مرة صدق الشغل فيه مرة حلو. ما راح أوريكم المشروع الحين، إن شاء الله أوريكم إياه بفيديو ثاني، أو إذا حابين تشوفون تفاصيله أكثر شوفوا بحساب الإنستغرام ma_yards. في مشكلة في الخيط صراحة، خلوني أقرب لكم العينة يمكن تصير واضحة، فيه شايفين زي الشعر بالخيط. طيب أنا أول ما شفته قلت أوكي عادي شعر، يعني شعر أو وبر، ما أدري إيش يسمونه، كأنه شعر وبر ما أدري، المهم قلت أوكي عادي، بالعكس أساسا يعطي شكل جمالي للقطعة، وزي أنا أحبه لأن ما يخلي فراغات كثير بين الغرز، فقلت أوكي حلو. لما بدأت أشتغل واشتغلت يعني انصدمت إن المكان اللي جالس أشتغل فيه كله من هذا الشعر، كل مكان صار فيه شعر، فالناس اللي عندهم حساسية ممكن أتوقع يأثر عليهم، أنا ما عندي حساسية بس أزعجني الموضوع، يعني صار خلاص بملابسي، بالطاولة، بالكرسي، بكل مكان.
أنا أتوقع وماني متأكدة من هذا الشيء، بس أتوقع أني لو غسلته أو خليته ينقع في موية يعني يمكن نص ساعة ساعة بيضبط وضعه يعني ويروح الشعر هذا. أحس أنه يعني عرفته مؤقت، بس ينغسل بيروح. ما أدري، بجرب أغسل العينة هذه وإن شاء الله أنه يروح. لو ما راح ما أدري إيش بسوي، يعني ما في حل ثاني خاص، يعني لأني بديت أشتغل فيه أساساً وأكيد إني ما راح أغيره، بس يعني إن شاء الله إنها مو مشكلة كبيرة تنحل. وبكذا تكون خلصت رحلة الخيط الحلو هذا، وتبدأ رحلة المشروع اللي راح أسويه فيه إن شاء الله. إذا حابين تشوفون المشروع اللي راح أسويه منه وتطورات المشروع كلها، تقدرون تتابعوني على حسابي بالإنستغرام ma_yarns، وتلقونا في الوصف أسفل الفيديو. إذا أعجبكم الفيديو أعجبتكم فكرة السلسلة، فأتمنى أنكم تنشرون الفيديو، وأكيد تهمني تعليقاتكم ورأيكم بفكرة السلسلة وبالفيديو. أشوفكم في فيديو قريب إن شاء الله. مع السلامة.